أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم مشاهدة ما يسمى بالسيرك، حيث يقوم اللاعب بالمشي على الخيط الدقيق أو إخراج النار؟ هذا من السحر التخييلي، هذا من القمرة، من السحر. صدرت فيه فتاوى أنه من السحر التخييلي، حرام ولا يجوز. الألعاب البهلوانية والسيرك وما أشبه ذلك، كل هذا من السحر التخييلي. نعم.